من تحت الماء. وحنكمل اخبارنا مع محمد صلاح اللي شغل الناس هاليومين بالفوتو سيشن اللي سواها لمجله جي كيو ميدل ايست. شفناه نجم الكفر وصوره تنقلها الناس بشكل كبير على السوشيال ميديا، ما بين ناس حبوا الستايل وناس ما كثير عجبهم، فبداوا يعلقوا بطريقه فيها كثير من السخريه. بس يلي بحبوا صلاح دفعوا عنه، ابرزهم عمرو اديب يلي استفزته الانتقادات لصلاح ووصفه بانه نجم عالمي ولازم الكل يعامله بطريقه لايقه. يا جماعه صلاح أصبح عالمياً، يظهر في مجلات عالمية ويتصور تصوير عالمية ويصوره مصور عالمي ويأخذ مقابل عالمي. ناس كاتبة إيه؟ قال لك أنت عارف الجاكيتة اللي هو لابسها دي بكم جنيه؟ يا عم تطلع بمليون جنيه. تعامله مع الراجل بشكل عالمي. هو ده بطنه زي بطني؟ يعني ده راجل شكل تقسيمة جسمه شكله حاجة تفخر بيها يا سعداء. ومبروك يا مو، ومبروك يا صلاح. ومحمد هنيدي مثل العادة كان لازم يكون له تعليق خفيف الدم، فنشر صورة صلاح بالكوت الأصفر وجنبها صورته من فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية بالبدلة الصفرة الشهيرة وعلق عمله منها جواكت. I'm Mohammad Salah. Welcome to my GQ Middle East cover shoot. والملفت كان عفوية محمد صلاح يلي واضح من هالفيديو اللي انتشر قديه كان مرتاح ومستمتع بالتصوير. وطبعا هالاوتفيتس كانوا من براندز مختلفة مثل برادا، اوف وايت، بيربري، ارمينيك لدوزينا، دان هيل وستون ايلاند. فشفناه بكامل بيربري كوت نسقه مع تي شيرت بيضاء وبيتشي بانتس، ورجع اعتمد كوت تاني بس كان مع ريد هودي. وبلوك تاني الستايل كان مختلف وجريء، فلبس قميص وبانت من زينة بلون البينك. واكيد ما بيقدر يتخلى عن الاوتفيت الرياضي والسنيكرز. وهالبلو اوتفيت يلي مؤلف من جوجينج بانتس وماتشينج جاكيت طويله لفتوا الانظار كثير، وبنفس المود اختار هالاطلاله ولكن هالمره ببي في سي كوت بلون الاورنج من ارميس. وبهيك فوتوشوت ما في ما يضم كاجوال اوتفيت زينوا مع اديداس شوز وتراندي شيك بي جي لوك وتيرتل نيك سويتر بنيه. ومن الضروري محمد يزيد السيجنتشر تاتش الخاصة فيه ويخلي شعره كيرلي مثل ما تعودنا عليه، ولكن الأكسسوري الوحيد اللي اعتمدوه بأكثر من لوك كانت الساعة الكلاسيكية.